كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. ساعات بسيطه تفصلنا عن المواجهه الهامه والمرتقبه من ميلودي سان داونز والنادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا في تمام الساعه 3 على ملعب لوكاس موريبي. اتكلمنا على الملعب، اتكلمنا على الاجواء، اتكلمنا على الجمهور قبل هذه المباراه، لكن الوضع يكون مختلف بشكل كبير مجرد وصلنا الى ملعب المباراه. الحشد الجماهيري اللي اتكلمنا عليه هيكون متواجد، بيعه التذاكر بالكامل، حفله متواجده، اكيد هيكون الاستاد متواجد، 25 او 26 الف هيكونوا متواجدين في الاستاد اللي هيستقبل هذه المباراه. اتذكر معاك يا كابتن اسلام ونذكر جمهور النادي الاهلي بقائمه الفريق المتواجده هنا في جنوب افريقيا: الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، حسام عاشور، سعد سمير، حسين الشحات، علي معلول، ناصر ماهر، مروان محسن، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، جونيور اجاييه، ورمضان صبحي، وليد ازارو، وعمرو السليه، وصلاح محسن. 21 لاعب في قائمه هذه المباراه. مستر مارتن لاسارت كالعاده اختتم تدريباته على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه. الملعب جيد يا كابتن اسلام، كان في امطار غزيره جدا امس، يعني اكثر من 6 ساعات او 7 ساعات من الساعه 7 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا هنا امطار غزيره جدا، لكن في تجهيز كبير جدا للملاعب هنا في جنوب افريقيا. الشوارع الامور يمكن يعني صباحا النهارده كمان ما فيش نقطه مطر في الشارع، وكمان الملعب اتاكدنا ان الملعب مهيئ، ما فيش اي امطار فيه، ما فيش اي امور ان شاء الله تعوق للنادي الاهلي في هذه المباراه. محاضره فنيه اخيره في فندق الاقامه كالعاده لمستر مارتن لوضع التشكيل اللي يخوض به النادي الاهلي لهذه المباراه. امس في التدريب يا كابتن اسلام كان في اخفاء بشكل كامل للتشكيل او ايضا كمان للتكتيك اللي بيحاول مستر مارتن يقوم بيه في هذه المباراه، لكن نقدر نقول من خلال ايضا كمان رؤيتنا لتدريب الامس واول امس حراسه المرمى للشناوي، محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول في المنتصف، عمرو السليه وحسام عاشور، رمضان صبحي، جونيور اجاييه، ناصر ماهر، ومروان محسن. ده الاقرب حتى هذه اللحظه. ممكن يكون في تغيير كالعاده بعد المحاضره الفنيه او بعد وصولنا الى ملعب المباراه، لكن ان شاء الله يا كابتن اسلام كالعاده تكون اول القناة بتشوف تشكيل النادي الاهلي من خلال تواجدنا في الملعب. الامور كلها مهيئه للتامين على اعلى مستوى كالعاده، التنسيق الكامل بين امين الصندوق ورئيس البعثه المهندس خالد الدرندلي كابتن سيد. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام الامور تكون كلها في مصلحه النادي الاهلي. الاصرار اللي احنا بنتكلم عليه والحماس والجديه الكبيره اللي في معسكر فريق النادي الاهلي، هدف هو ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي في هذه المباراه. المباراتين باذن الله ان شاء الله تؤهلنا للدور قبل النهائي من هذه البطوله الغاليه على كل جمهور النادي الاهلي. من خلالك كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي معاكم لحظه بلحظه ان شاء الله يكون معاكم تحرك فريق للنادي الاهلي. وصلنا الى ملعب المباراه، ومجرد وصولنا كابتن اسلام يكون معاكم ان شاء الله ننقل التشكيل، الاجواء، حضور الجماهير، كل الامور ان شاء الله في ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه. عوده ليك يا كابتن اسلام.